بنفينوتي، أهلا وسهلا بكم. هنتعلم مع بعض أساسيات اللغة الإيطالية في تعلم. اللغة الإيطالية لغة سهلة جدا إن احنا نتعلمها، ممتعة جدا إن احنا نتكلمها، لغة ليها نغمة مميزة بيتقال عليها فوناميك لانجويج، بننطق فيها كل الحروف أو معظم الحروف بشكل كبير. بس هي زي أي لغة ليها أساسيات إن احنا لازم نتعلمها عشان نتقن اللغة دي. أول حاجة لازم نتعلم إن احنا نقرأ ونكتب ونعرف نتكلمها ونفهم لما حد يكون بيكلمنا هو بيقول لنا إيه. هنبدأ مع بعض ونشوف النهاردة هنتعلم إيه من خلال الأهداف اللي عندنا النهاردة في الدرس. يوبيتيبي ديلا ليتسيوني، دي الأهداف بتاعة الحصة بتاعة النهاردة أو بتاعة درس النهاردة. أول حاجة إن احنا نتعرف على الحروف الأبجدية الإيطالية، على أشكالها وعلى نطقها. distinguere tra vocali e consonanti، يعني إن احنا نقدر نميز ما بين الحروف الساكنة والحروف المتحركة في الحروف الأبجدية الإيطالية. imparare le varianti dolci e dura della C e G، عندنا حرفين ال C وال G بيتنطقوا بطرق مختلفة، هنتعلم القاعدة بتاعتهم وطريقة نطقهم. conoscere del nuovo vocabolario، نتعلم كلمات جديدة تقدر تساعدنا في ان احنا نتكلم ونكون جمل مفيدة باللغة الإيطالية. يلا بينا نبدأ أول حاجة بالحروف الأبجدية. l'alfabeto italiano è composto da 21 lettere، يعني الحروف الأبجدية الإيطالية مكونة من 21 حرف أساسيين، دي الحروف الأساسية. نتعرف عليهم واحد واحد وطريقة نطقهم. أول حرف عندنا هو حرف الأ. أ مش إي، اسمه أ وبيتنطق أ، زي كلمة ألبرو. ألبرو معناها شجرة. تاني حرف عندنا هو حرف بي، اسمه بي بننطقه ب، زي كلمة بامبينا. بامبينا يعني طفلة. تالت حرف لا لترا، لترا يعني حرف، لترا تشي. تشي بيتنطق ساعات تشي وساعات ك، ودي برضو ليها قاعدة هنعرفها بعدين، بس الاستخدام الأكتر ليها إن احنا بننطقها ك، زي لتر كي في الإنجليش ك، زي كلمة أو مثال عليها كلمة كاني. كاني اللي هو معناه كلب. دي، اسم الحرف دي بيتنطق د د، زي مثال عليها كلمة ديتو. ديتو يعني صباع. اي مش اي، بننطقها اي واسمه اي، زي كلمة إليفانتي. إليفانتي يعني فيل. اف، لا لترا اف، اف ده اسم الحرف وبيتنطق ف ف، ومثال عليها كلمة فارفالة. فارفالة يعني فراشة. لا لترا جي، جي ليها برضو نطقين، ممكن ننطقها ج أو ج على حسب الحروف اللي جاية وراها، وبرضو دي ليها قاعدة هنعرفها بعدين، لكن الاستخدام الأكتر ليها إن احنا بننطقها ج، ومثال عليها بيبقى كلمة غوريلا. غوريلا اللي هي الغوريلا. أكا، اسم الحرف أكا وملوش نطق لأنه ما بيتنطقش في أي كلمة بيجي فيها في اللغة الإيطالية. لا لتر أكا نون سي برونونشا ماي، يعني ما بتتنطقش أبدا. أي كلمة ألاقي فيها الحرف أكا ما بنطقوش وبنطق الحرف اللي وراه، مثال عليها كلمة أوتال، ما بتتقالش هوتال بتتقال أوتال. لا لترا إي، إي مش أي، إي اسمها إي وبنطقها إي، ومثال عليها كلمة إيزولا. إيزولا معناها جزيرة.
اللي. اللي بننطقها ل زي كلمة ليوني. ليوني اللي هو الأسد. أمي. أمي ده اسم الحرف وبيتنطق أم. أم مثال عليها كلمة ميلة. ميلة اللي هي التفاحة. لا لترا ان. ان اسم الحرف نطقه ن. ومثال كلمة نازو. نازو يعني مناخير. او لترا الاسم بتاعها او وبنقول عليها او. او مثال عليها كلمة أورسو. أورسو يعني دب. عندي لالترا بعد كده لالترا بي. اسمها بي وبننطقها ب. مثال عليها كلمة بييدي. بييدي يعني قدم. كو اسم الحرف كو وبيتنطق كو زي كوادرو. كوادرو يعني برواز. ار ار يعني بندوس جدا على حرف الار. ار ده اسم الحرف ر. ده الساوند بتاعه او الصوت بتاعه. ومثال عليه كلمه رانا. رانا يعني ضفدع. لا لترا اس. اس بيبقى ليها كذا نطق. ساعات بننطقها س عادي جدا وساعات بننطقها زي الزي زي الزد في الانجليش. دي ليها قاعدة هنعرفها بعدين عشان نعرف ازاي ننطقها في الكلمة. بس الاستخدام الاكتر ليها ان احنا بننطقها س. ومثال عليها كلمة سولي. سولي اللي هي الشمس. تي لا لترا تي. تي بتتنطق ت. ومثال عليها كلمة تافولو. تافولو اللي هي ترابيزة. او او اسم الحرف وبرضو بتنطق او زي كلمة اوفا. اوفا اللي هي العنب. في لا لترا في وبننطقها ف زي كلمة فازو. فازو اللي هي الزهرية. آخر حرف موجود من الحروف الأساسية هو لا لترا زيتا. اسمه زيتا وبننطقها ز. ز مش زي الإنجليش بننطقها فيها زي تي قبليها. ز زي كلمة زيبرا. زيبرا مش زيبرا. ده الفرق ما بين لا لترا زيتا في اللغة الإيطالية والإنجليش. بيبقى فيها بندوس شوية عليها في الأول زيبرا. وكده دي تبقى الحروف الأساسية اللي موجودة في اللغة الإيطالية أو الألفابيتو إيطاليانو. في خمس حروف موجودين. أكيد قلنا فين الأكس فين الواي فين الحروف دي. الحروف دي تعتبر حروف أجنبية على اللغة الإيطالية. بتبقى موجودة بس لو نتكلم في كلمات من أصل أجنبي. يعني الكلمات دي ما تكونش موجودة أساسية في اللغة الإيطالية. تعالوا ناخد أمثلة ونعرف إيه هم الخمس حروف اللي بيبقوا دخلاء على اللغة الإيطالية. أول حاجة حرف الجي. بيتقال جي بتنطق ج. مثال عليه كلمة جينز. وزي ما خدنا بالنا كلمة جينز هي مش كلمة إيطالية. كابا حرف الكي اسمه كابا. لا لترا كابا بيتنطق ك. ومثال عليه كلمة كاراتي. كاراتي اللي هو الكاراتيه بالإيطالي.
عندي بعد كده لا لتر دوبيا فو، اسمها دوبيا فو وبنتنطق ف، ودايما موجودة برضو في الكلمات اللي من أصل أجنبي على اللغة الإيطالية، زي كلمة واكي تاكي. واكي تاكي اللي هو جهاز اللاسلكي. إكس، لا لتر إكس، مثال عليها كلمة كسيلوفونو. كسيلوفونو اللي هو الإكسليفون. الحرف ده ليه اسمين، الاسمين صح ممكن يتقال عليه إيبسيلون وده اسم الحرف، أو إيجريكا. إيجريكا أو إيبسيلون، الاسمين صح لحرف لنفس الحرف. مثال عليه بنبقى كلمة ياجورت. ياجورت اللي هي زبادي، بالإنجليش ياجورت قريبة جدا منها، عشان كده هي من أصل أجنبي، بس في إيطاليا بتستخدم عادي جدا على إن ده اسم الزبادي. كده نبقى احنا خلاص خلصنا الحروف الأساسية اللي عندنا في الألفابيتو إيطاليانو. عايزين نتعرف على الحروف الساكنة والحروف المتحركة. الحروف الساكنة اسمها كونسونانتي، والحروف المتحركة اسمها فوكالي. ci sono cinque vocali nella lingua italiana، في خمس حروف متحركة في اللغة الإيطالية. تعالوا نتعرف عليهم ونشوف هما ايه. A E I A U، دول الخمس حروف المتحركة. نقولهم مرة كمان A E I A U. الحروف دي لما بتبقى موجودة غالبا بتغير نطق بعض الحروف زي ما قلنا في الأول. هنعرف بالظبط بيتغير النطق ازاي وهنعرف القواعد بتاعتها. بالتالي لو احنا عندنا خمس حروف متحركة في اللغة الإيطالية cinque vocali، هيبقى عندنا 16 حرف ساكن، 16 consonanti. دلوقتي هنتعرف على قواعد نطق la lettera C. la lettera C لو جه وراها vocale A، الحرف متحرك A، بننطقها ك ك، ودي بنسميها تشي دورا. دورا يعني ناشفة أو قوية. ومثال على كا كلمة كارا. كارا هننطقها كارا مش تشارا، ويعني معناها عزيزتي. لتر تشي لو جي وراها برضو فوكالي أ بنقول عليها كا، وبتبقى تشي دورا، تشي ناشفة. ومثال عليها كلمة كامو. كامو اللي هي بلد جميلة قوي في إيطاليا اسمها كامو. لتر تشي وراها الفوكال أو بتبقى كو، وبتبقى تشي دورا. مثال عليها كلمة كورا. كورا اللي هي عناية. لتر تشي وراها أكا، وراها لتر أكا اللي احنا اتفقنا ان احنا ما بننطقهاش ابدا، هي مش هننطقها لكن هتغير لنا نطق الحرف او هتثبت لنا ان احنا ننطقه ك، ننطقه تشي دورا. ومثال عليها كلمة كيافي. كيافي يعني مفتاح. القاعدة الخامسة للتر تشي ان لو جه عندنا دوبيا تشي، دوبيا يعني دبل يعني مجوز او اتنين، دوبيا تشي بتبقى برضو تشي دورا، بتتنطق ك. ومثال عليها كلمة جاكا لو خدنا بالنا في اتنين تشي وبننطقها جاكا. دي قواعد للتر تشي لما بننطقها تشي دورا، تشي قوية. عندنا برضو للتر تشي لما بننطقها تش أو بنسميها تشي دولتشي. دولتشي يعني ناعمة. لو عندي لتر تشي جي وراها فوكالي اي أو اي بتبقى تشي أو تشي، وبتبقى تشي دولتشي زي ما اتفقنا ناعمة. لو عندي لتر تشي جي وراها اي وبعدين جي فوكالي تاني من ا او او
بتبقى برضو تشي دولتشي، بس الحالة دي ما بننطقش فيها للترة إي. مثال عشان نفهم أكتر، كلمة كل الناس عارفاها، كلمة تشاو. لو ركزنا في كلمة تشاو هي فيها إي بعد للترة تشي، بس ما بتتنطقش، بننطق على طول الأ، بنقولها تشاو. علشان القاعدة دي، علشان في الحالة دي non pronunciamo la lettera i. لو جه اي وراها فوكالة تانية من a او u. نعيد تاني. اول حاجة قلنا لو la lettera تشي جه وراها a بيبقى اسمها كا، وبتبقى تشي دورة. ومثال عليها كلمة كارا، la lettera تشي حرف التشي لو جه ورا او بنقول عليها كو، بتبقى تشي دورة. ومثال عليها كلمة كومو، لترة تشي وراها لترة أو بتبقى كو، ومثال عليها كلمة كورة. لترة تشي وراها أكا بتبقى تشي دورة برضو، ومثال عليها كلمة كيافي، كيافي اللي هو مفتاح. لترة تشي لو جت دبل، لو جم اتنين برضو بتبقى تشي دورة، ومثال عليها كلمة جاكا، جاكا اللي هي الجاكيت. دي كانت الكيسز بتاعت التشي دورة، التشي اللي احنا بنقولها ناشفة أو قوية. الكيس بقى أو الحالات أو الرولز بتاعت التشي دولتشي بتبقى لو جي وراها الفوكالة إي اللي هو A أو إي. لو جي تشي وراها A بنقول عليها تشي، ولو جي لترة تشي وراها إي بتبقى تشي، وبتبقى تشي دولتشي. بس اتفقنا ان لو في لالترا تشي وراها لفوكالي اي، وبعدين جي وراها ا او او، في الحاله دي نون برونونشيامو لالترا اي، ما بننطقش الحرف الاي. ومثال عليها كلمه تشاو او تشوكولاتو. تشاو طبعا معناها هاي وباي، بتنفع في الاثنين، وتشوكولاتو اللي هي شوكولاتة. عندنا مثال تاني، لالترة تشي بتبقى مرتبطة جدا أو نطقها بيتغير لو جه قبلها لالترة اس وراها فوكالة اي، وتبقى شي، بتتنطق شي زي بالظبط حرف الشين في العربي، شي من غير أي تشديد. مثال عليها كلمة شيفولو، شيفولو يعني زحلقة. المثال اللي بعده أو القاعدة اللي وراها، إن أنا لو جي للترة S وراها للترة تشي لترة A بتتنطق شي، زي كلمة بيشي، بيشي يعني سمك، بتتنطق بالظبط زي حرف الشين في العربي. نعيد بسرعة، التشي دولتشي امتى بتبقى التشي دولتشي؟ لو جه وراها لترة A أو E بتبقى تشي دولتشي، لو جه ورا لترة تشي E وبعديها جه فوكالي A أو U ساعتها نون برونونشيامو لترة E، ما بننطقش حرف الـ E. ومثال عليها كلمة تشاو تشوكولاتو. امتى بتتنطق زي الشين؟ ش، لو جه قبلها حرف الاس. لو جه اي بننطقها شي، ولو جه اي بننطقها شي. مثال على شي كلمة شيفولو اللي هي زحلقة، ومثال على الشي كلمة بيشي اللي هو سمك. تعالوا نتدرب مع بعض اكتر، ليجي اسكولتا، ان احنا نقرا ونسمع. انا هقرا مرة الكلمات كلها، هنقراها تاني، هبقى محتاجاكم انتوا تقراوها معايا. تشينا، تشينا نطقناها تشي علشان جي وراها الفوكالي اي، نطقناها تشي دولتشي، ما نطقناهاش كينا. تشينا يعني عشا. كيافي، كيافي نطقنا التشي هنا تشي دورة،
علشان جه وراها حرف الأكا، فتنطقت شيدورا. كيافي يعني مفتاح. كواري، كواري نطقناها تشيدورا علشان جه وراها الفوكالي او، فبقت كواري يعني قلب. تشاو، تشاو نطقناها تشاو مش تشاو، علشان احنا اتفقنا ان الحرف الاي في الكيس دي في الحالة دي ما بيتنطقش، وبننطق الحرف اللي وراه على طول، فهي تشاو. شوكولاتو، شوكولاتو فيها قاعدتين. التشي اي نطقناها تشي علشان احنا اتفقنا ان القاعدة بتقول لترا تشي وراها لترا اي بتتنطق تشي دولشي تشي، بس برضو اتفقنا ان الدوبيا تشي لو عندي اتنين تشي ورا بعض بيتنطقوا تشي دورا فبيتنطقوا ك، فبقت شوكولاتو. شاربة، شاربة اللي هو سكارف أو إشارب، نطقناها شاربة علشان الأس أو لترا أس جت قبل لترا تشي، فبقيت الحرف بقى اسمه ش، فبقت شاربة. نفس القاعدة، عشان في أس قبل لترا تشي نطقناها شيفولو، شيفولو اللي هي الزحليقة. هنقولهم كمان مرة. تشينا، تشينا يعني عشا. كيافي، كيافي مفتاح. كواري، كواري يعني قلب. تشاو، تشاو يعني هاي أو باي. شوكولاتو، شوكولاتو شوكولاتة. شاربة، شاربة اللي هو الإشارب أو سكارف. شيفولو، شيفولو اللي هي الزحليقة. كده احنا خلصنا قواعد نطق للترا تشي، لا برونونشا ديلا للترا تشي. عندنا حرف تاني برضو بيختلف نطقه على حسب الحروف اللي جاية بعده، وهو لاليترا جي. أول حاجة لاليترا جي ليها نطقين زي لاليترا تشي، جي دولتشي وجي دورا. الدورا بتبقى ج والدولتشي بتبقى ج. هناخد الأول قواعد إن احنا ننطق لاليترا جي جي دورا. عندنا لاليترا جي لو جي وراها لاليترا ا بننطقها جا وبننطقها جي دورا. ومثال عليها كلمة جاتو، جاتو يعني قطة. لاليترا جي لو جي وراها أو بننطقها جو وبتبقى جي دورة. ومثال عليها كلمة غوريلا، غوريلا. لاليترا جي لو جي وراها لاليترا أو بننطقها جو تبقى جي دورا. ومثال عليها كلمة جوستو، جوستو يعني طعم. لاليترا جي لو جي وراها لاليترا اي او لاليترا اي بننطقها جي دولتشي، جي دولتشي يعني ج، زي كلمة جيلاتو ايس كريم، جيرافة زرافة. عندنا قاعدة قريبة جدا من القاعدة بتاعت لاليترا تشي، ان لو لاليترا جي جي وراها اي وجي وراها فوكالة تانية زي ا او او بننطقها برضو جي دولتشي وما بننطقش لاليترا اي. مثال عليها كلمة جالو، لو بصيتوا معايا جالو فيها اي بس مش هننطق الاي علشان جي وراها الفوكالة ا، فبننطقها جالو، جالو يعني أصفر. كلمة جورنو، جورنو يعني يوم. كلمة جوستو، جوستو يعني مظبوط أو كوركت. في قاعدة تانية
للليترة جي اللي هي جي ال. جي ال ان لو عندي لترة جي فرا دوي فوكالي نون برونونشيامو لا لترة جي. لو عندي لا لترة جي ال مش جي بس، لازم يبقوا الاثنين مع بعض ما بين اثنين فوكالي، فوكالي يعني حروف متحركة، ساعتها ما بننطقش حرف الجي. مثال كلمة كونسيليو، لو ركزنا كونسيليو ما نطقتش خالص لا لترة جي ولا جي دولتشي ولا جي دورا، نطقت ال على طول. عندي مثال تاني، كونسيليو يعني نصيحة. مولي، مولي مولي يعني زوجة، ما نطقتش برضو فيها خالص لا لترة جي. فيليو، فيليو يعني ابن، ما نطقناش برضو فيها خالص لا لترة جي، لأن الجي ال جم ما بين اتنين فوكالي، في فوكالي قبليها وبعديهم. جي ال فرا ان فوكالي e una consonante او all'inizio della parola si pronuncia la lettera G. يعني ايه؟ يعني لو عندي جي ال ما بين حرف ساكن وحرف متحرك او في بداية الكلمة، ساعتها بنطق حرف الجي. نشوف مثال عشان نفهم اكتر. كلمة انجليزي، انجليزي يعني انجليزي انجلش. الكلمة دي هي الجي ال جايين ما بين فوكالي وكونسونانتي، اللي قبليها لالترا ان ده كونسونانتي، واللي بعديهم لالترا اي ده فوكالي، عشان كده انا نطقت في لالترا جي انجليزي. او الحالة التانية لو جه لالترا جي في بداية الكلمة زي جلوريا، جلوريا يعني عظيمة او عظمة، جلوريا جت في اول الكلمة علشان كده احنا نطقناها. عندي حالة تانية، لو لالترا جي جت مع لالترا ان، جي ان non pronunciamo la lettera G e si pronuncia questo suffisso come se fosse ni. يعني ايه؟ يعني لو عندي لا لترة جي ان جم مع بعض، ما بنطقش الجي خالص، ما بنطقش لا لترة جي، لكن بحط ساوند جديد خالص اسمه ني. تعالوا ناخد امثلة عشان نفهم اكتر. عندي اول كلمة اسمها كونيومي، كونيومي انا شلت خالص نطق لا لترة جي وحطيت مكانها ني، ساوند ني. كونيومي، كونيومي يعني سير نيم، يعني اسم العيلة، كونيومي. الكلمة التانية نيومو، نيومو يعني قزم، نيومو شلت خالص لترة جي وعوضتها بساوند ني، نيومو. كده احنا خلصنا القواعد بتاعة نطق لترة جي. نتدرب شوية على قراية شوية كلمات علشان نفهم اكتر. ليجي اسكولتا يعني اقرا واسمع. جينايو، جينايو انا نطقت جينايو جي علشان لا لترا جي جي وراها الفوكالي اي، فبقيت بنطقها جي دولتشي. جينايو يعني شهر يناير. جاتو، جاتو نطقتها ج جي دورا علشان جي وراها لا فوكالي ا، فبنطقها جي دورا. جا، جاتو يعني قطه. جالو، جالو نطقتها جي دورا ج علشان وراها لا فوكالي ا، فنطقتها جالو. جالو يعني ديك او روستر. الكلمتين دول قريبين جدا جدا من بعض، جالو جالو، جالو جالو. نطقت جالو مش جيالو علشان احنا اتفقنا ان لو في لالترا اي وبعدها في فوكالي ا او او، انا ما بنطقش خالص لالترا اي، فعلشان كده الكلمة بقت جالو مش جيالو، جالو.
اللي هو اللون الأصفر. جمة، جمة يعني جوهرة، نطقتها جي دولتشي، جي دولتشي عشان وراها لا لتر اي، لا فوكال اي، فبقت جمة. جيلاتو نفس القاعدة، فوكال اي نطقتها جي، جيلاتو، جيلاتو اللي هو الايس كريم. جيرافة، جيرافة لا لتر جي وراها في لتر اي، لا فوكال اي نطقتها جي دولتشي فبقت جي، جيرافة يعني زرافة. غوريلا، غوريلا نطقتها غوريلا علشان قعدت لتر جي وراها لا لتر فوكال او، بتبقى جا وبتبقى جي دورة فنطقتها غوريلا. جورنو، جورنو يعني نهار، نطقتها جورنو مش جيورنو علشان قاعدة ان الاي ما بتتنطقش لو جه وراها اونا فوكالي من الاي او، ما بنطقش لا لتر اي فعلشان كده نطقتها جورنو. جينتي، جينتي اتنطقت جي دولتشي، اتنطقت جي علشان لا لتر اي، قاعدة لا لتر اي بتخليني انطق الجي جي دولتشي فبقت جينتي. جوكو، جوكو يعني لعبة، نطقتها جوكو علشان برضو ما نطقتش فيها لا لتر اي علشان جي وراها فوكالي من الاي او فبقت جوكو مش جيوكو. جاكا، جاكا نطقتها جي علشان بعد لا لتر جي جي لا لتر اي لتر اي بتخليني انطقها جي دولتشي فبقت جاكا، لكن جي وراها لا فوكال ا فخلاني ما انطقش الاي فنطقتها جاكا، جاكا اللي هو الجاكيت. كده احنا خلصنا قواعد لا لتر جي وعرفنا كلمات بيتنفس فيها القواعد اللي احنا قلناها، وممكن نروح للحرف اللي بعده اللي ليه نطق مختلف اللي هي لا لتر اكا. لا لتر اكا زي ما احنا اتفقنا نون سي برونونشا معي، ما بتتنطقش ابدا. اي كلمه هلاقي فيها لا لتر اكا مش هنطقها وهنطق الحرف اللي وراها. مثال عليها كلمه اوتيل، اوتيل هنقولها اوتيل مش هنقولها اي، مش هنقولها قصدي هوتيل. ومثال عليها بعد كده كلمه او واي، او اي يعني عندي وعندك، دي افعال لسه هنتعلمها بس مش هنطق فيها خالص لا لتر اكا، هتبقى او اي اوتيل. عندي بعد كده الحرف اللي برضو نطقه بيتغير على حسب الحروف اللي بعده، على حسب فوكالي اللي بعده، هو لا لتر اس. لتر اس سي برونونشا اس كوم اس، يعني بنطق اللتر اس بنفس النطق س. في الحالات دي لو عندي لا لتر اس جه وراها فوكالي، فوكالي احنا عارفينهم ا اي اي او او، دولي فوكالي بنطقها اس، بنطقها س صريحه، زي كلمه سيرا، سيرا يعني مساء او بالليل، بنطقها برضو اس صريحه. لو جه قبلها كونسونانت، لو جه قبلها حرف ساكن زي كلمه اورسو، اورسو اللي هو دب. برضو الكلمات اللي بتنتهي بحرف الاس، اي بارولا، لا بارولا كي فينيسكونو كون لا لتر اس، الكلمات اللي بتنتهي بحرف اس بننطق فيها لا لتر اس اس، زي كلمه غاس اللي هو غاز.
لما يكون عندي كلمة فيها دبل اس، دوبيا اس. Le parole con doppia s si pronunciano con la s. زي كلمة sasso. Sasso يعني طوبة أو حجر. Sasso. Sasso فيها قاعدتين. فيها أول حاجة القاعدة بتاعت s وراها فوكالي فنطقتها s، وفيها القاعدة بتاعت الدوبيا s فهي اسمها sasso. كده احنا خلصنا قواعد نطق لا لتر اس كوم اس، برونونشا اس كوم اس. هنبتدي نتعلم قواعد امتى هننطق لا لتر اس كوم زيتا، امتى هننطقها زي الزي، برونونشا اس كوم زيتا. اول حاجه او اول قاعده، لو الاس جه وراها اي حرف من دول ام ان ال، مثال عليها كلمه سمالتو. زمالتو مش هقولها سمالتو، هقولها زمالتو. زمالتو يعني طلاء الضوافر. القاعدة التانية، لو لالترا اس جي قبليها فوكالي وبعديها فوكالي، فوكالي يعني حرف متحرك، مثال عليها كلمة روزا. روزا يعني وردة أو روز، هتبقى روزا مش روسا. كده احنا نبقى خلصنا قواعد نطق لالترا اس. عايزين نتعلم برضو قواعد نطق لالترا زيتا. لالترا زيتا فرا دوه كونسونانتي سي برونونشا تس. يعني لو انا عندي لالترا زيتا، حرف زيتا اللي هو الزي، لو انا جالي الحرف ده ما بين اتنين حروف ساكنه بنطقه تس. تس في تي قبليها، مثال عليها كلمة ايجيبسيانو. ايجيبسيانو، ايجيبسيانو يعني مصري. ناتسيوناله، ناتسيوناله يعني دولي. عندي لا لتر زيتا فرا اونا كونسونانتي اي اونا فوكالي سي برونونشا ز. يعني لو جالي الحرف قبليه حرف ساكن وبعديه حرف متحرك بنطقها زي عادي جدا. نشوف عليها مثال، رومانزو. رومانزو يعني رواية. برانزو. برانزو يعني وجبة. شفت الفرق ما بين نطقها لما قبليها، لما جت ما بين اتنين كونسونانتي زي كلمة ايجيبسيانو، والفرق لو جت قبليها كونسونانتي وبعديها فوكالي زي كلمة رومانزو. رومانزو. عندي كمان لا دوبيا زيتا، لو جالي اتنين حرف زاد ورا بعض. دي قاعدتها مش واضحة قوي، هي بتيجي بالممارسة أكتر. بس qualche volta si pronuncia ts come ragazzo palazzo. يعني ايه؟ أوقات بننطقها تس زي كلمة راجاتسو اللي هو شاب، أو بالاتسو اللي هو قصر. E per altre volte si pronuncia zeta come organizzare. أوقات تانية بننطقها ز عادي زي كلمة organizzare أو ننظم. دي ما بيبقالهاش قاعدة واضحة، بتيجي أكتر بممارسة الكلمات. كده احنا نبقى خلصنا كل قواعد النطق بتاعت الالفابيتو ايطاليانو. احنا كده نقدر نتكلم ونقرا الكلمات اللي احنا قلناها بطريقه صحيحه. تعالوا نتمرن على شويه كلمات ليها علاقه بلا برونونشا ديلا لترا اس اي زيتا. يلا بينا. ليجي اي اسكولتا، اتفقنا يعني اقرا واسمع. سالي. سالي يعني ملح. سالي ونطقنا فيها الاس صريحة. سالي. صودا. صودا نطقنا فيها برضو الاس واضحة وصريحة علشان القاعدة اللي احنا اتعلمناها.
ساسو. ساسو اللي هي الحجر أو طوبة، نطقنا فيها عشان الدبل اس، وعشان الاس لتر اس جه وراها على طول لتر ا، فنطقناها ساسو. باستا. باستا علشان نفس القاعدة، جه وراها كونسونانتي فنطقناها اس. باستا. سيرا. سيرا نطقناها اس علشان جي وراها لفوكالي اي، اس بقت سيرا. جاس. جاس علشان اخر حرف في الكلمة عادة بننطقه اس صريحة فبقت جاس. سولي. سولي اتنطقت اس صريحة علشان جي وراها لفوكالي او، سولي. ايزولا. ايزولا ليه نطقناها ز ما نطقناهاش اس؟ علشان جي قبلها فوكالي اللي هي لترة اي، وجي وراها فوكالي تانية اللي هي لترة او، فبقت ايزولا. ايزولا خدنا عليها مثال قبل كده كلمة روزا. روزا كان جه قبليها وبعديها فوكالي. براتيكيامو. براتيكيامو يعني let's practice، او يلا نتمرن على شوية حاجات احنا خدناها. عايزين نتمرن على الفوكابلري اللي احنا اتعلمناه النهاردة للألفابيتو إيطاليانو. هيظهر لنا الحروف وهيظهر لنا صور، عايزين نوصل كل حرف بالكلمة. F للترة F بيبدأ بيها كلمة فارفالة. فارفالة. للترة S بيبدأ بيها كلمة إيه؟ كلمة سولي. سولي اللي هي الشمس. وللترة A اتفقنا إن هي بيبدأ بيها كلمة ألبرو. ألبرو اللي هي شجرة. للترة تي. تي بيبدأ بيها كلمة تافولو. تافولو. للترة تشي بيبدأ بيها كلمة كاني. كاني. وللترة أكا اللي احنا ما بننطقهاش أبداً بيبدأ بيها كلمة أوتيل. أوتيل. كده احنا خلصنا التدريبات بتاعتنا، يلا بينا نرجع نكمل درسنا. أهم حاجة في أي لغة هي إن احنا لازم نبراكتس أو نتمرن عليها. اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا قرينا كلمات كتير جدا بتبدأ بالحروف اللي هي ليها نطق مختلف علشان نتمرن على نطقها. احسن حاجة ان احنا لو عندنا حد نقدر نتمرن معاه، نقدر نقرأ له الكلمات ويقراها لنا، نقدر ان احنا نشوف كتاب لو نقدر نقرأ الكلمات اللي احنا قلناها النهاردة دي تاني، نقدر نتفرج على فيلم او اغنية او تمثيلية، اي حاجة يكون فيها الكلمات ونطق الحروف بشكل صحيح، ده يساعدنا جدا جدا على اكتساب اللغة. دلوقتي هنروح نتمرن على قواعد النطق اللي احنا اتعلمناها، يلا بينا. دلوقتي هناخد شوية أمثلة للكلمات بتبدأ بالشي دورا والشي دولشي والجي دورا والجي دولشي، يلا بينا. عندي كلمة كيافي. كيافي احنا اتفقنا ان معناها مفتاح. لما انطق الحرف ك هتبقى تشي دورا ولا دولتشي؟ تشي دورا. عندي كلمة جاتو. جاتو هتبقى تشي جي دورا ولا جي دولتشي؟ هتبقى جي دورا.
عندي كلمة تشاو تشاو تشاو، هتبقى جي دورة تشي دورة ولا تشي دولتشي؟ تشي دولتشي. عندي كلمة جاكا جاكا الجي هنا تبقى جي دولتشي ولا جي دورة؟ جي دولتشي. عندي كلمة كومو كومو، احنا اتفقنا انها مدينة ايطالية جميلة. كومو هتبقى جي تشي دولتشي ولا تشي دورة؟ تشي دولتشي. عندي كلمة ايه كمان ممكن؟ عندي كلمة شوكولاتو شوكولاتو. شوكولاتو هتبقى تشي دولتشي ولا تشي دورة؟ شوكولاتو هتبقى تشي دولتشي. كده احنا خدنا شوية أمثلة للكلمات، لأن لازم نعرف كويس جدا إذا كنت هنطقها دولتشي ولا دورة، سبيشلي أو بالذات للحروف اللي هي التشي والجي. يلا بينا نرجع نكمل الدرس بتاعنا. كده احنا اتمرنا على الفرق ما بين الجي دولتشي والجي دورة والتشي دولتشي والتشي دورة، وخدنا أمثلة لكلمات عليها. تعالوا بسرعة نراجع احنا النهاردة أخدنا ايه. احنا النهاردة اتعلمنا الالفابيتو ايطاليانو، عرفنا الحروف، عرفنا نطقها، وعرفنا كلمات بتبدأ بالحروف. احنا النهاردة اتعلمنا لا برونونشا، ازاي بننطق الكلمات نطق صحيح. في حروف معينة بتتنطق بكذا طريقة على حسب لو بعديها فوكالي ولا كونسونانتي. الحروف دي احنا عرفناها وعرفنا طرق نطقها، لا لترا تشي، لا لترا اس، لا لترا زيتا، لا لترا جي. دي الحروف اللي بتتغير فيها نطقها. اتعلمنا كلمات كتير جديدة، نوافو فوكابولاريو، يعني كلمات جديدة نقدر نستعملها في جمل ونقدر نستعملها واحنا بنكلم حد بالإيطالي. كده وتدربنا كمان على الكلمات دي وتدربنا كمان على النطق. كده احنا خلاص خلصنا حلقتنا. أتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الحلقة. ايه arrivederci alla prossima.